بعض اليوتيوبر يا عزيزي المشاهد اعطوني اليوم تحديات شبه مستحيلة اني اعملها داخل لعبة فري فاير. ثلاثة يوتيوبرز اليوم راح ننفذ تحدياتهم داخل اللعبة، وبرجع بحكي لكم التحديات فعليا شبه مستحيلة داخل اللعبة. لذلك عزيزي المشاهد اليوم اذا بخسر بواحد من هذه التحديات، واحد منكم راح يعطيني عقاب اخطر مما تتخيلون. زين هسه قوم اكسر الشاشة اللي وراك، ولا قوم اكسر الشاشة اللي وراك يا زين. ولكن هل راح اكمل هذه التحديات على خير ولا راح اخسر؟ تابع المقطع عزيزي المشاهد من البدايه الى النهايه عشان تعرف. وليتس جو للمقطع. صرنا بقرن ال 21 والكل صار يعرف بالتداول، وكل واحد فينا عنده محفظه رقميه وبربح من خلالها فلوس. اليوم بدي اعلمكم كيف تكسب فلوس من منصه بوك تو بروكر، وطبعا في قسم حلال اليوم عند التسجيل، وتعالوا حاليا خليني افرجيكم كيف راح نتداول. طبعا احنا هيك دخلنا على منصه بوك تو بروكر، راح نبلش عمليه التداول كالتالي. مبدئيا انا بدي اختار السعر تبع التداول وراح اختار 300 دولار، بعدين بالخانه اللي فوقهن انا بدي اختار 30 ثانيه، وال 30 ثانيه هاي اللي هي السهم هذا اللي بمشي قديش يكون مدته. واخر شيء بدي اضغط على بروفايلي فوق، بعدين على كلمه سيتنج، بعدين عند اسلامك اكاونت، وبدي افعل الحساب الاسلامي، وهيك صار حسابنا حلال 100%. ضايل علينا شغله واحده فقط، واللي هي انه نبدا عمليه التداول. بنضغط على السهم اللي بيطلع لفوق، وشوفوا حاليا احنا تداولنا 300 دولار، ضايل انه نشوف السهم بده يطلع لفوق. اوكي شوفوا كيف السهم طلع لفوق، وهيك انا مبدئيا ربحت 576 دولار. وفي عندنا هنا بخانه البطولات بامكانك كل يوم تحصل على 250 دولار، وهي ال 250 دولار طبعا كدخل اضافي. طبعا من عمليه التداول اللي عملناها حاليا رح نكسب نقاط كريستال، رح تقدر تستخدمها عشان تحصل على جوائز مختلفه. وين رح تلاقي نقاط الكريستال هاي؟ بتضغط على بروفايلك فوق، بعدين عند اشيفمنت. طبعا على كل عمليه تداول انت بتعملها رح تربح نقاط موجوده قدامك حاليا. طبعا بتقدر تكمل المهمات اللي موجوده قدامك، وايضا نفس الشيء بتقدر تربح جوائز كمان. لو تضغط على الملف الشخصي عندك في شيء اسمه الدردشه، طبعا هذه المنصه اساطير بتمتلك مجتمع كامل متكامل. وطبعا في عندك هنا دردشه ما بين اشخاص كلياتهم بتلاقيهم اكيد كلياتهم كثير شاطرين، تقدر تستفسر منهم، تقدر تحكي معاهم. ومن خلال البرومو كود اللي حاليا ظاهر امامكم على الشاشه راح تاخذوا 60% اضافيه على اول عمليه اذا راح تعملوها داخل المنصه. طريقك تجاه التداول ببلش من منصه بوك تو بروكر، اضغط على الرابط الموجود تحت بصندوق الوصف. وخلينا نكمل المقطع. اول يوتيوبر اساطير معانا ميليكوس. طبعا ميليكوس اساطير بهذه الفتره تقريبا صار عنده زلزال ولا ما بعرف كيف، عشان هيك هو صور لنا هذا المقطع الاسطوري. مرحبا شباب. شفتوا اليوتيوبر اللي منزل عني مقطع بقناته وقايل على اساس انه انا مستغله بمشاهدات وابصر ايش؟ بدي اعطيكم بس فضيحه هيك سريعه، بس بدي اعطيكم نبذه صغيره عنه. ها اي واحد بيصدق هذا الانسان بيكون غبي زيه، وانا اولكم، انا اغبى واحد فيكم. بدي افرجيكم بس شغله واحده، رساله واحده تمام، واسمعوا باقي رسائلها، وبدي افرجيكم انا شو كنت احكي له وهو شو كان يحكي لي. طيب هذا الانستغرام تبع مين؟ هذا الانستغرام تبع ميليكوس صح؟ طلع شو هو بعث لي، بقول لي متى رح تفضحني؟ تمام حكي لي متى رح تفضحني. اسمع الفويسات، انا بحكي له يعني مش فاهم شو اللي افضحك هاي. لك يا صديقي يا زين، وقتاش باش تنزل فيديو يعني باش تفضحني وانت دائما روح تفضح روح تفضح، فهم؟ اسمعوا. لك يا صديقي يا زين، وقتاش باش تنزل فيديو يعني باش تفضحني وانت دائما روح تفضح روح تفضح، فهم؟ انا راح افضح ايش راح افضح؟ مش فاهم يعني. لما بدك تفضح يعني قل لي يعني نصوروا فيديوهات عادي، فهم؟ ورجعت وبعثت له رسائل، قلت له انت اخوي وانا ما برضى لك المضره. بس انسان كلب زي هذا هو اللي بدور على المشاهدات، هو اللي بيستنى انه بده يوتيوبر كبار تحكي عنه عشان يصير عنده متابعين. انتوا فهمتوا علي؟ انسان كلب زي هذا هو اللي بيستنى انه احنا ننزل عنه مقاطع عشان هو اللي ينشهر. هيو استغل دراجونوف، وهيوتو قاعد بيستغل فيا، وهيو استغلت ابصر مين، وهيو استغل ابصر مين، وكل هذا ليش؟ عشان المشاهدات. لا حول ولا قوه الا بالله. بدي افرجيكم التحدي انا اصلا، بتعرفوا يا اخوان حزنت عليه حزنت عليه، بقول يعني مسوي ترندات ومسوي حاله قال انه ميت. في عمركم شفتوا واحد بيسوي ترند انه ميت؟ فحزنت عليه قسما بالله اني حزنت عليه، وقلت له ملكوس خلاص صور لي فيديو وبحطه مع ضمن الفيديوهات تبعات اليوتيوبرات. في عندي سلسله يعني بصور مع اكثر من يوتيوبر، باخذ منهم تحديات وبنزله عندي. اعتبرته يوتيوبر، مش عارف انه دابه، اعتبرته يوتيوبر. وشوفوا شو منزل عني بقناته، بقول لك قلزم بيستغلني. شو عامل بحالك يا ملكوس؟ خلينا نشوف بالله يا ملكوس بعد الزلزال شو صار فيه. السلام عليكم يا صديقي زين الاسطوري، معك وعليكم السلام. ملكوس انا عندي ليك تحدي اسطوري، اذا تعمل هذا التحدي يا زين روح اعطيك 100 كود يا صديقي ارانب. اوف 100 كود
كود أرانب. واو، المطور ماليكوس الأسطورة. أيوة تمام، أرانب أحمر، أرانب أصفر، أنت وشو بدك؟ أريد أرانب أخضر صديقي الأسطوري، وكمان روح أعطيك 5 أكواد ساكورا ذهبي. أوف، 5 أكواد ساكورا ذهبي كود لمدة 30 يوم. تمام، التحدي هو لازمك تلعب جيم وما تخرج من البيك، ولازمك تجيب 10 كيلات بدون ما تخرج. سيد مالك هل تسمعني؟ أنت بتخيل، ليتس جو، ورينا مهاراتك يا صديقي زين. أكاري 10 كيلات بالبيك، وبعديها بده يعطيني أكواد أرانب أحمر أخضر أصفر، ومش بس هيك بده يعطيني حكالي 30 كود ساكورا. كمان رح أعطيك 5 أكواد ساكورا ذهبي كل كود لمدة 30 يوم. بده يعطيني 5 أكواد ساكورا ذهبي كل كود لمدة 30 يوم. والله يا إخوان بصراحة أنا بدعم هذا التحدي، بعرف إيش يعني بالأيام الأخيرة ما شاء الله ملكوس صار واصل بالشركة، عرفتوا؟ إيش جحش طلعي. بصراحة يا إخوان رح نبلشها مع بعض بتحدي ملكوس، وتحدي ملكوس شبه سهل عرفتوا، هو مش صعب كثير ولكن سهل. بآخر أيامي بصراحة ما بجيب 10 كلات بالبيك، ممكن إني أستصعب هذا الموضوع. خلينا نجرب وننزل مع بعض، لسه لحد الآن أول جيم ألعبه ولازم جيم واحد فقط التحدي، بس إن شاء الله ينزل معنا ناس كثير على البيك لأني بصراحة متحمس. يا سلام، أهلا وسهلا، معقول إني أجيب 10 كلات؟ زين انزل للمنطقة اللي تحت هاي، حتى لو ما جبنا 10 كلات بدي أظل لآخر الجيم قبل ما أجيب 10 كلات، بصراحة ما بدي أموت من أول الجيم. أيوه خليك أنت فوق، بس خليني أجمع لوت كويس وبعدين بطلع لكم. تمام، دير بالكم على بعض، احضنوا بعض بس قبل ما أجي. قول تروجن ولا ليش الوت؟ خلاص ما دام معي تروجن اطلع يزن على البيك على طول، بلكي لحقنا كلات وجبنا 10 على البدري. اوكي هذا الاول، ما اصفر اخضر عادي، المهم تحديات صح. وين التحدي الثاني؟ بصراحه بس انا ما بدي حد يغدرني، بس لان مبين انه في ناس كثير هان بالمنطقه هاي. العب بالتروجن، ولك زين الأسطورة المفكر المبتكر. لحد الآن 4 كلات بصراحة، يمكن كل واحد فيهم بس هيتشوت. أوكي يا أخوان مبدئيا أنا آسف، قاعد أصور بصراحة على صلاة الفجر عرفتوا، فصوت الأذان رح يطلع بالمقطع، بس يعني بنفس الوقت مش راح أحط موسيقى عرفتوا. اللي ما بعرف يا أخوان بصراحة أنا بسهر طول الليل بس عشان أصور مقاطع، فالفترة هاي يعني بالذات قاعد أتعب كثير على المقاطع. لحد الآن التحدي يا أخوان تبع ملكوس تقريبا سهل جدا، معانا 6 كلات، باقي لنا 4 كلات، وراح أظل أستنى بالبيك قبل ما أجيب كمان 4 كلات، بس إن شاء الله إني ما أخسر وأجيب العيد. يخرب بيتكم. فنش زين بسرعه، بس فنش. اوكي وهذا باقي لنا كل واحد بس. والله اني اسطوره، صاير اسطوره مش عارف ليش، شو اللي صار اسطوره مش عارف ليه. والله اخوان اقسم بالله توترت، ضايل لي اخر كل. يلا يا اخر كل وينك؟ هو قال لي ما تطلع من البيت صح، يعني لازم اضل بالمنطقه هي. هيو هي اخر كل، هيو زلة تخسر. هذا مبين عليك كثير لعيب مش شوي. خلينا نرجع جوا البيت. خطه خطة، شفتوا الخطة اللي سويتها؟ طخيت لجوا، هو فكرني انه انا ايش معي فايت. هاي خطة 3-2-1 زين العب واحد. اوكي وهيك يا اخوان بنقدر نقول لماريكوس انه جازن الاكواد، يعني خرجتك من القبر يا ماريكوس، انت كنت ميت شو عيشك؟ انت مش كنت مسوي زلزال قبل فترة ولا ايش؟ انت كذاب ابو صلاح. المهم يا اخوان هيك احنا بنكون خلصنا التحدي تبع ماريكوس، ما راح نطول عرفتوا، اي شخص راح نختم التحدي تبعه على طول راح نطلع من كل التحدي. تمام، حاليا بدي اضل استنى بدي اشوف ماريكوس يا ترى راح يعطيني ماريكوس. بديش اكواد ساكورا، عارفك بتخلط علي، فش اكواد ساكورا ذهبي اصلا، ابعث لي اكواد كود واحد ارنب بس. وحاليا اساطير ننتقل للتحدي الشبه مستحيل اللي بعديه، ويلكم صحراوي ويلكم يا اسطورة العالم. زين يا نوب، يا اكثر شخص نوب شفته بحياتي، راح اعطيك اليوم تحدي اسطوري، واذا قدرت انك تخلص هذا التحدي راح اعرف انك اسطوره وراح اسحب منك كلمه نوب. انت ليش حكيت لي نوب؟ طيب انا شو سويت؟ شو سويت؟ واذا خلصت هذا التحدي، والله اني اصلا مش عارف شو اعطيك تحدي، لكن التحدي هو لازم انك تجيب بويا في الذئب الوحيد بواحد كل. وات شو اللي
كيف الذئب الوحيد لازم على الاقليه نجيب 5 كلات؟ كيف كل واحد مش عارف؟ مش 2 ضد 2، 1 ضد 1. الذئب الوحيد بواحد كل. راه سهل التحدي عليك شوي، بتقدر انك تجيب 2 كلات عادي، وبتقدر انك تستخدم القنابل تبع الثلج مشان تقتل الشخص مع الزون. يعني حاول انك تعتمد على قتل الشخص بالزون وتحصره بالزون، وكمان تقتله بقنابل الثلج. اوكي، اتوقع التحدي سهل جدا، وبعرف انك مش راح تفوز فيه. وكمان شو اللي كمان؟ ليش النظرات الغريبه هاي؟ ليش هيك بتلد علي؟ ايش، احنا اصحاب، احنا بنحب بعض يا صحرابي. استغفر الله العظيم، احنا اصدقاء مع بعض، نحن اصدقاء من وقت الطفوله يا صحراوي. لا تلد علي هيك ارجوك، لا تلد علي. ليش تكرهني؟ انا بحبك. يعني الذئب الوحيد عزيز المشاهد بتتكون من 5 جولات، كل جوله لازم على الاقليه انك تقتل الشخص عشان تاخذها بويا. مستحيل اذا ما قتلته مستحيل تاخذها بويا. كيف حكى لي جيبها بويا بكل واحد فقط او معك كلات 2؟ ما في إلا طريقة واحدة فقط، أني جي. والطريقة الوحيدة يا أسطورتي إنه لازم حاليا أنا الشخص هذا اللي قدامي، شو اسمه، ابن أم، يا بعد قلبي يا رب بس تهيم معي بالله عليك. إذا تهيم معي هذا الشخص وقدرت إني أقنعه يروح على الزون، هيك الطريقة الوحيدة إنه بنفوز هذا الجيم فقط بكل واحد أو حتى كمان بدون كل، عرفتوا؟ فإن شاء الله بس إنه تهيم 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 تايم 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 يا غبي. اوكي تايم، هذه هي اول حركه، هاي هي اول حركه يا صحراوي راح تندم انت عليها، انه انا حاليا تايمت مع هذا الشخص وهذا الشخص هو اللي راح يعطيني البويا. فشو راح اعمل؟ راح اجي هنا على الزاويه. لاي 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 يا صحراوي ابلع. وهاي هي اول جوله لحد الان، باقي علينا كم جوله؟ معقول كمان نجيبها؟ تخيلوا يا اخوان اجيبها بعدين بصفر دمج، تخيلوا. لا والله معي دمج 15، لا بدون دمج. لاي لاي لاي، تعال 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 زون، تعال تعال تعال، خليك هنا بالزون انت. ليش؟ لو انك بنت لحبك بس. هل لديك هذه الرقصة؟ ايوه الحلو، بدي ابعث له طلب صداقة، اقول لكم بدي اعطيه هدية كمان. يسعد دينك. ايوه 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 ايوه، يسعد دينك. ابلع يا صحراوي، ابلع يا صحراوي، قل الادب، ابلع يا صحراوي، ابلع يا صحراوي، ايوه ابلع. قدرنا نخليه يقتل حاله لحد الان 2 جولات، باقي علينا 3 جولات. تخيلوا صحراوي يا اخوان حكالي كلين، انا بدي اطلع كمان بدون كلات وبدون دمج. تخيلوا. هو شوفوا بصراحة عشان ما اكذب، انا لعبت بصراحة هذا الجيم من قبل وخسرته، عرفتوا؟ اوكي بس يعني انا عدت وقلت ممكن انها تزبط وما شاء الله زبطت. اوكي تعال نرقص انا وياك قبل ما يجي الزون، يلا ارقص رقصة. يلا نتزلج يا اسطورة. ولك انت خذ 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 خذ، هي احلى قلب، خذ. ولك انا غرقت في بحر سعادتك. انا غرق. وين الزون؟ الزون ليش مش راضي يفوت؟ شو الزون هذا اللي مش راضي يفوت؟ هي هنا، تعال تعال تعال. ايوه هي، خلص خلص، اجا 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 يا عمري، والله بدي احبك احبك احبك. اي لاف يو، اي لاف يو تو ماتش. تعرفوا يا اخوان عن جد اذا بجيبها 5 جولات بدي اعطيه هديه، ما بعرف، لازم ياخذ هديه هذا الشخص لانه بيستاهل بصراحه. الصحراوي حكى لي جيب كل واحد صح؟ فانا حاليا ما راح اجيب كل واحد، ليش؟ لانه اللي قدامي كان بالاول يطخ علي، بس خلص لما عرف انه انا بتيم معاه بطل يغدر فيا واعطاني الجيم بويا. شوف هو يمكن فهم لحاله انه انا ما بدي اقتله، عرفته؟ او شكله انتبه على الاسم انه انا زين يوتيوب وزين تيم وحركات، فقال لك اليوتيوبر المفضل لدي. ولك اسطورتي، تعال اغرق انا وياك مع بعض، تعال تركب معي، تعال بسرعه، اغرقت بسرعه. نعم انها المخدرات. شو رايك اسمع نشوف تحدي مين بموت اول بالزون؟ بس تعطيني ظهرك، تعال اغزك في ايدي في اصابع ايدي، خدني في حنانك، خدني يا بعد قلبي، اطلع اطلع اطلع، تعال بسرعه. خلاص ما، وهذا التحدي يا اساطير اصلا مش اول مره اعمله، اللي بيتابعني قديما بعرف انه عملت هذا التحدي اكثر من مره، مره عملناه مع بودف منك، ومره اصلا عملته انا من حالي، كنت انا مره هيك اخترعت التحدي هذا وعملته. فبصراحه يعتبر نوعا ما سهل جدا هذا التحدي يا صحراوي بصراحه. يعني اذا انت بدك ترجع تعيد هذا المقطع عندك بالقناه يا صحراوي راح اجلدك جلد بتحدي، راح يكون اصعب من هذا، عرفت؟ طلع طلع يا اخي، طلع يا صحراوي، طلع جمهوري كيف بيحبوني، طلع شوف المتابعين كيف بيحبوني يا اخي. ليش تكرهني؟ والله يا اخي انت اوعى تغدرني بس. متنا؟ هل يمكنني ان ازكف على راسك؟ لا والله ما انا ضارب ولا انا، هو ما قدر فيه انا ما راح اغدر فيه، وبدي ابعث له ضرب صداقه المشروب هذاك. اوكي يا عمي، متابع اسطوره، متابع اسطوره، بس ما وافق على طلب صداقه، مش عارف ليش. هو هيك موافق يا اخوان ولا ايش؟ هذا هو بروفايله، شوفوا خليني ابعث له طلب صداقه بس، هذا هو اي دي حسابه. والله انك كفو يا اخي، بتستاهل. تعال وافق، وافق يا اسطوره، بالله عليك توافق، بالله عليك، بالله عليك وافق، بالله عليك يا اخي وافق. A few moments later. اوكي شكله مش راح يوافق. متنا متنا. وبصراحه يا صحراوي انا هيك انا بدي اقول لك ابلع يا قليل الادب يا نوب، واستناني بتحدي ثاني، انا اللي راح اعطيك تحدي وراح يكون عن جد شرس. ليش تكرهني؟ وننتقل الان يا اساطير للتحدي الاخير من اخونا حسونه، خلينا نشوف التحدي، تعالوا يلا. متنا متنا حسونه.
غيرك تضحك على السؤال. ممكن تستغرب مني يا جلش انا مضحك، ولكن انا مضحك لاني جايب لك تحدي مستحيل انك تسويه، لو سويته انا راح اطيق قناتي. سمعتوا شو قال؟ انتبهوا شو قال حسونة، تمام؟ قال لي بده يعطيني تحدي مستحيل واذا عملته راح يعطيني قناته. انتوا شوفوا التحدي، تمام؟ يلا نشوف التحدي. اتحداك انك تسوي روم وتجيب 10 كلات وانت طاير بالسماء. كيف 10 كلات وروم وانا طاير بالسماء؟ عن طريق الحذاء النفاذ اللي هو بترتفع فيه وتجيب فيه 10 كلات بالسنايبر. بعرف التحدي غريب شوي ولكن انت بتقدر يا زين. اخوان شو التحدي اللي عطاني يا حسونه؟ شو مالي تحدياتك بتصير كلها تشبه مستحيله والله. تعرفوا الحذاء النفاذ هذا اللي اول ما ناخذه في عندنا كبسه بطيرنا الحذاء النفاذ، عرفتوا؟ هذا حذاء النفاذ حسونا بقول لي البسه ولازم وانت طاير بالهواء تجيب 10 كلات بالسنايبر، وطبعا هذا الحكي كلياته داخل روم. طب انا هيك بكون اصلا مكشوف للناس، كيف بدي وانا طاير بس والله ما بعرف. خلينا نشوف كيف بدنا نسوي التحدي. خلينا مبدئيا نسوي الروم، وبدي اعمل بصراحه الدم 500 وبدي اخلي ايضا ازديات صحه مستمره. ليش؟ لانها بصراحه راح تساعدني، انا راح اصلا راح اكون مكشوف فوق في السماء، وراح اخلي النقود طبعا فل، انا مش راح اخليهم نقصات عشان اقدر اشتري. نيجي لعند وضع متقدم تشغيل ونشيل كل هذه الاسلحه ونخلي فقط سلاح واحد واللي هو السنايبر. للعلم ايضا الثلج راح اشيله من هذا التحدي. طيب راح نحط درع ليفل 4 وخوذه ليفل 3، رقم الاصلاح راح نشيله والخوذ راح نشيلها هان. وفي عندنا اسطر مثل ما انتم شايفين حذاء حزمه الطائره النفاذه، خلينا نشغلها ونيجي هان لعند نسوي هي، خليها هيك فل عرفتوا على الاخر، لانه احتمال كبير اني اصلا ما اجيب جولات كثير. طبعا احنا لحد الان عملنا الروم فايل شغله واحده فقط، بدي ابدل هذه الشخصيه وبدنا نحط الشخصيه تبعت الخنزره واللي هي شخصيه رافائيل. هذه الشخصيه راح تساعدني كثير اني لما اوقع واحد نوك داون على طول مثلا بالسنايبر على طول راح يتفنش. ذلك هيك على طول راح نفتح الروم ونفوت اي 3 اشخاص عشوائيين، ولا اقول لكم خليهم شخصين عشان ما تكون صعبه كثير. اوب مين هذا اللي فاتوا معي؟ اوكي واخيرا دخل معانا اثنين وبلشنا الروم، وحاليا بدات المعركه 10 كلات وانا طاير بالسماء. الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم وخلينا نبلش. ومثل ما انتم شايفين معانا سنايبر، راح ناخذ اثنين وراح نشتري الدرع والخوذه والحذاء النفاذ. اوكي نشتري كمان فطر. اوكي زين لازم تركز حاليا وتوقع هذول الناس باسرع وقت، تمام؟ اوكي نطلع 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 فوق فوق فوق. يلا وينهم؟ وينكم يا اساطير؟ وينكم يا اساطير؟ لا قتلني كيف؟ كيف؟ ضربني ضربة هيدشوت. طيب كيف؟ ضربة واحدة بالسما هيدشوت تعطاني، مش لهالدرجة. طيب وانا بالسما تعطيني هيدشوت هيك؟ مش لهالدرجة. وانت على الارض ما تتكاش هيدشوت. هسا عرفوا الخد عني وانا ايش بلعب بالسما، راح يمرمطوني بصراحة. لازم نقدر بالي بصراحة يا اخوان، التحدي هذا صعب جدا جدا جدا، لانه وانا طاير بالسما بكون مكشوف قدامهم، فكتير صعب التحدي. اذا بتتوقع يا عزيزي المشاهد بدون غش، اذا بتتوقع اني اجيب هذا التحدي ايضا وافوز فيه، انزل اكتب لي تحت بالتعليقات. نطلع بعدين فوق 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 على العالي على العالي على العالي على العالي. بس قدامنا واحد. لا غشاش والله العظيم. هاي كمان واحد. والله جبت الاول جبت الاول. اوكي فنشناه. يو شوف الشخصية شوف الشخصية كيف قايلة. شوفوا هاي من قلت الضربة، هاي من قلت الضربة. اوكي اول كلين تمام، اول كلين باقي علينا 8 كلات. بصراحة الحماس بلش يزيد اقسم بالله. التحدي نار نار. يسعد دينك حسون عليك تحدي، التحدي نار والله يا اخوان. لازم انتم كمان تعملوا هذا التحدي بصراحة اسطورة. نطير. اوكي ولازم اني افتح عيني اشوف واحد قدامي. اوكي الاول راح. اوكي الثاني وين؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حاليا لازم استنى البوت قبل ما يحمل ولا ايش؟ معقول الاقي بوت هان؟ لازم لازم اكون بالهواء صح؟ لازم اكون بالهواء. يا رب في بوت. ما في بوت. يي لازم اروح اقتل هذاك، لازم اروح اقتل هذاك الولد، او على الاقليه لازم اروح اخذ البوت تبع الولد هذاك صح؟ لا تطخ علي لا تطخ علي. استنى استنى خليني اروح اخذ البوت تبع صاحبك بعدين اقتلك وانا بالسماء يا قليل الادب. استنى شوي انا قد التحدي. وين البوت تبعه هذا؟ هي اعطينا اياه. وطير يا زين. ايوه طير 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 فوق. لا مت.
ابلع ولك ابلع ولك زين الاسطور ابلع ولك. وختمنا لحد الان يا اساطير نص التحدي، باقي علينا باقي علينا ايش؟ ربع التحدي، ربع نص. طب لو استخدمنا البوت من لا خلاص اوكي البوت وقع على كل حال. وينكو؟ انزل. انا اسف خلاص انا اسف. اوكي البوت بعده موجود، ما بدي اطلع قدامهم، بس خلي البوت يحمل شوي، ما بدي اطخ عليهم ولا اي طلقه الا لما البوت يحمل، عرفتوا؟ خلي بس البوت يحمل وبعديها ايش بنطخ عليهم، بس خليني اقرب شوي بالزون لانه راح يفجروني انا عارف. ارجع 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 وراي قليل الادب. ليه لا وين راح البوت؟ والله غبي والله غبي. لا خسرت هاي الجوله خلاص، تعالوا اقتلوني، تعالوا تعالوا اقتلوني، تعالوا تعالوا. البوت راح يا اخوان، مش عارف وين والله البوت راح. تعال خلاص اقتلني، اقتل يا حمار، اقتل اقتل يلا بسرعه، اقتل اقتل يا غبي، وراك اقتل ولك اقتل يا غبي والمحولة ولك بسرعة، صاحبك راح يتفنش يا حبيبي. لعب سنايبر مش عارف يلعب. ها يلا ها ها يلا ها ابلع ها، اخصم مني كل يا اخوان لانه هذا الغبي يتفنش. ها ابلع ابلع ابلع، تفرجيك كيف اللعب. تعال ولك طخ علي طخ علي طخ علي بقول لك. يلا مخصوم مني كلين، اه مخصوم مني كلين، بس عشان نمشي الجوله على السريع. اه مخصوم مني كلين خلاص. بس ليش ما بنقدر نشتري البوت واحد؟ طب هو احتمال باي وقت يفقع البوت. يلا يلا يا جوله، يلا يا جوله بلش، يلا اقسم بالله الحماس مليون. وبلشت الجوله. الله 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 الله، علقت اللعبه. لا لا بالله عليكم، لا بالله عليكم بالله عليكم لا. اه في واحد منهم طالع من الروم، ماليش دخل، المهم انه موجود جوا الروم بوت وانا بجيب كلات. طلعوا قتلوني قتلوني، اخذوا الجوله. البوت ما اشترينا البوت. على ها عالزون عالزون ها بدك تلحالي بالزون. ليش هيك بيصير معاي؟ ليش ليش يا رب ليش؟ شوفوا هم ماخذين ثلاث جولات بصراحه حرام. نشتري بوت اهم شيء، ونشتري فطر لانهم راح يفقعوا وجهي. يلا يا زون افتح، يلا يا زون. قناه حسونه على الابواب، لازم اليوم ناخذ قناه حسونه وندمرها. لا حرام ندمرها، لازم نظبط له اياها. ما بتعرف يا اخوان، احتمال قريبا لقدام اذا باخذ قناه حسونه راح انزل فيها مقطع، عرفتوا؟ انزل مقطع على حالي فيها وهيك انا بشر حالي بزياده. ابلع وانت ابلع. هيك لحد الان ست كلات، باقي لنا اخر كلين وباي باي يا قناه حسونه. اوبا شايف قناه حسونه من هان. طب اذا بدي ارمي البوت شو بدي يصير؟ بقدر اشتري؟ والله بقدر، نرجع نشتري نرمي البوت. المهم في معنا بوت احتياط صح؟ وطير، بدي اطير فوق على الاخر بالله، بدي اشوف شو بدي يصير لو بدي اطير فوق. اوكي كويس اللي اشترينا بوت احتياط، والله ما نعرف شو صار بس المهم اشترينا بوت احتياط صح؟ اوكي هذا الاول وينه؟ لازم انزل لازم انزل لازم انزل لانه البوت راح يخلص تحميل، لازم انزل. اوكي البوت معنا الحمد لله، بعده معنا. خلي البوت يحمل على اقل من مهله، خليه يحمل على اقل من مهلك. ايوه زود لنا طاقه، شو اللي زود لنا طاقه؟ هذا واقف بزود ايش طاقه. احنا على كل حال باقي لنا اخر كل صح؟ موتنا موتنا ونطير ونقول اهلا وسهلا فيك يا اسطوره. بدنا نقتل هذا المحترف، ما بدنا نقتل المنوب هذا، ما راح نقتله البوت، خلينا نقتل هذا الشخص المحترف. بس وين راح هذا؟ انا متت، لا انا متت انا متت انا متت انا متت، لا 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 ضيله طلقه ضيله طلقه. شو الدرع اللي معك؟ درع 16 معك. فرصتك يا زين، علق بلوك ماوس. فرصتك يا زين 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 فرصتك يا زين، يسعد دينك يا زين. نام يا عزيز المشاهد، نام نام. وهكذا يا عزيز المشاهد بنقدر نحكي لكم انه زين اتس ماي اي ام فيري نايس ملك تحديات، انا اسطوره اسطوره انا اسطوره. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ايها الجمهور العظيم، ثانك يو. حسون انت اعطيتني قناتك، انت الوحيد اللي اعطيتني جائزه بصراحه. نظاره انت بحبك، حتى لو الدنيا ليل بحب البسك. انتظروني قريبا راح اعمل شغلات مع اليوتيوبرز الثلاث اللي اعطوني التحديات هذول، عرفتوا؟ انا راح اعطيهم عقابات لانهم اعطوني تحديات وبصراحه انا كنت قد هذه التحديات. ملكوس انا حاليا بدي منك اكواد للارنب واكواد للسكوره، بعرفش كيف. وصحراوي بدك تظل، بدك على الاقل يا فيديو قريبا داخل قناتك بدك تقول انه زين اسطوره العالم، ما بعرف كيف. وحسونا
حسونا اعتبر قناتك صارت إلي من الآن، عرفت؟ هي مش إلي بس بدي أنزل عليها مقطع، عرفت؟ أنا مقطع هيك مني، بدي أمنتج مقطع وبدي أنزله داخل قناتك، تمام؟ كان معكم زين يا أساطير ودمتم في رعاية الله، السلام عليكم.